بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. أشار وزير الدفاع إلى أن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون الرئيس السيسي بهذه المناسبة الوطنية، يؤكدون دوما تمسكهم بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم، متسلحين بعقيدتهم الوطنية الراسخة وقدراتهم القوية واستعدادهم الكامل للدفاع عن الوطن. هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي. كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وأصدر الفريق أسامة عسكر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.